السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صيام يهذب السلوك. ومع أهم هذه الحلقات وهو حفظ اللسان، حفظ اللسان. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني كل الجوارح اللي ربنا خلقها فينا، زي السمع زي البصر زي الفؤاد، كل ده هنتسأل عنه يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت أو ليصمت. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن ما بين فكيه وبين لحييه أضمن الله الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزز من أهمية حفظ اللسان، وذلك ما جعل أحد الصحابة يقول: هذا الذي أوردني المهالك. كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. فالإنسان الطبيعي إنسان عف اللسان، ما بيتكلمش إلا الكلام الطيب اللي هو طيب الكلام، ومش بيكون في حياته بقى الحاجات الغريبة اللي بيشوفها مجتمعنا دلوقتي، زي الاف وورد والاس وورد والدي وورد وكل الكلام اللي مش موجود عندنا ما انزل الله به من سلطان. حفظ اللسان بيخلي الانسان محترم نفسه، محترم حاله، محترم الاشخاص اللي موجودين في حياته. فحفظ اللسان مربوط في كل التعاملات ما بين الانسان والاخر. المدرس عف اللسان بيحفظ لسانه، لا يتكلم الا بالكلام الطيب. الطالب اللي بياخذ المعلم قدوه عف اللسان، لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. الطبيب عندما يتحدث مع المريض عفو اللسان، لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، كل منهما لا يتحدث إلا بالكلام الطيب، لأن هناك أولاد يسمعون ما قال أبي وما قال أمي. فإذا سمع الكلام الغير طيب سيردد هذا الكلام، كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ويقولون هذا الشبل من ذاك الأسد. فمعنى كل ما يسمع ويردد من قبل الأطفال أو الأولاد هي مسؤولية الآباء حينما يترددون أو حينما يرددون بكلام غير طيب. وأما في المدرسة فعندما يسمع الأولاد كلاما غير طيب فهذا ما يردده المعلم أو ما تردده المعلمة. اللهم اجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم عن قول غير الحق، عن قول الباطل، عن الغيبة، عن النميمة، عن كل ما هو غير حق. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، اللهم اجعل ألسنتنا لا تقول إلا الحق، لا تقول إلا الصدق، ولا شيء غير الحق والصدق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.